فيلمنا بيبدأ في حفلة رأس السنة وكل الطلبة بيكونوا حاضرينها لأن بعدها بيبدأ الفصل الدراسي الجديد، وبيكون في فقرة في الحفلة وهي اختيار اتنين عشوائي من الموجودين في الحفلة عشان يغنوا سوا سواء يعرفوا بعض ولا لأ، وبيقع الاختيار على بنت اسمها جابرييلا قاعدة في الحفلة لوحدها وبتقرأ كتاب، وعلى شاب واقف لوحده اسمه ترودي، وبيكون هما الاتنين مش عايزين يغنوا لكن بيطلعوا على المسرح بالعافية وبيطلب منهم يغنوا سوا، وبيغني ترودي المقطع بتاعه وبيبقى على وشك إنه يمشي لأن جابرييلا رافضة تغني، لكنها بتكمل المقطع بتاعه وبيكون صوتها مميز جدا بيخلي ترودي يرجع من تاني عشان يغني معاها، وبسبب صوتهم هما الاثنين كل الحفلة بتقف تسمعهم وتشجعهم، وبيكونوا مبسوطين ومنسجمين جدا سوا، وبيتعرفوا على بعض بعدها، وبتقوله جابرييلا انها كانت في الفرقة الخاصة بالكنيسة وحاولت قبل كده انها تغني لوحدها لكن ما قدرتش بسبب ان الكل كان باصص عليها هي بس، وساعتها توترت واغمى عليها، وبيقضوا الوقت سوا لحد العد التنازلي الخاص بالسنة الجديدة، وكل واحد بياخد رقم التاني على اساس انهم يتواصلوا بعدين، وبيفضل ترودي مبسوط انه اتعرف عليها لدرجة انه مش بياخد باله انها مشيت من قدامه، وبيقول لها ان الغنى معاها كان اكتر حاجه ممتعه ليه في الاجازه دي، وبيبص عليها بيلاقيها مشيت، وبيعدي اسبوع وبيبدا العام الدراسي الجديد، وبيكون ترودي مشهور جدا في المدرسه بسبب انه لاعب في فرقه كره السله، وبعد اسبوعين عندهم بطوله مهمه وكل فرقتهم معتمدين عليه هو في الفوز، وبتبدا الدراسه، وبتكون جابرييلا اتنقلت في نفس المدرسه اللي فيها ترودي بسبب نقل شغل والدتها لمكان قريب من المدرسه دي، وبتدخل جابرييلا اول حصه ليها، وبياخد ترودي باله منها وبيفضل باصص لها عشان يتاكد هل هي جابرييلا اللي قابلها من اسبوع ولا لا، فبيطلع موبايله وبيتصل بيها على تليفونها، وده اللي بيخلي مدرستهم داربوس تاخد الموبايلات منهم وبتعاقبهم انهم هيقعدوا في الحجز الدراسي بعد المدرسه بسبب استخدام الموبايل في الفصل. وبعد ما الحصه بتخلص بيكون ترودي مستني جابرييلا تخرج من الفصل عشان يقابلها، وبتكون هي كمان مستنيه تخرج عشان تدور عليه، وبيتقابلوا وبتقول له انها دورت عليه في الفندق تاني يوم مقابلتهم، فبيفهمها انه اضطر يمشي بدري هو واهله من الفندق عشان كده ما قدرتش تشوفه تاني، ومبسوط انها اتنقلت نفس مدرسته، وبيعرض عليها انها تشارك في تجربة الأداء الموسيقي الخاصة بالمدرسة، فبتقول إنه لو سجل اسمه هتفكر هي كمان تسجل معاه، وبيقول لها إن محدش يعرف عنه إنه بيغني، وبتظهر قدامهم زميلتهم شربيه اللي معجبة بترودي، وبتقول لهم إنها أكيد هتسجل اسمها لأنها بتفوز بيها كل سنة هي وأخوها رايان ومحدش بيقدر يهزمهم في الغنى، وبيبدأ ترودي إنه يفكر في المشاركة فعلا، وبيسأل تشات صاحبه لو كان في درجات إضافية بياخدوها لو شاركوا في تجربة الأداء الموسيقي، فبيقول له تشاد إن مفيش حد مهتم بتجربة الأداء ولازم يركز في التدريب لأن مباراة البطولة بعد أسبوعين ولازم يكونوا جاهزين لها كويس، واثناء التدريب بيفضل مركز في الغنى وتجربه الاداء وبيفكر بشكل جد انه يشارك، وبيروح عشان يتاكد لو كانت جابرييلا سجلت اسمها ولا لسه، فبياخد رايان باله منه انه مركز في تجربه الاداء وبيبلغ اخته باللي شافه، فبتروح شاربيه تدور على اي معلومات عن جابرييلا، وبتلاقي ان في اخبار عنها بسبب تفوقها الدراسي وانها كانت سبب في فوز مدرستها بمسابقه علميه قبل كده، وبيقرروا انهم يشغلوها بالمسابقه العلميه بتاعه المدرسه عشان تبعد عن ترودي، وبيتجمع كل الطلبه المتعاقبين بعد المدرسه عشان يساعدوا داربوس في تجهيز الديكور لصف المسرح غصب عنهم، واول ما بيعرف مدرب فرقه كره السله واللي بيكون والد ترودي انه متعاقب هو وتشاد بيروح فورا على المسرح عشان ياخدهم للملعب والتدريب، وبيقول لداربوس ان البطوله قربت وما ينفعش انها تاخر طلابه عن التدريب لاي سبب، وبيرجعهم من تاني للتدريب، وبيكملوا ترودي ووالده التدريب في البيت، وبيساله ترودي هل فكر قبل كده انه يجرب حاجه جديده لكنه كان خايف من اراء صحابه والناس اللي حواليه، فبيقول لوالده ان ده معنى الفريق ان كل واحد فيهم يساعد التاني في الماتش عشان يحققوا الفوز، ومش بيديله فرصه يكمل كلامه، وبيكملوا تدريب سوا، وبيجي تاني يوم وبتبقى داربوس هي المسؤولة عن اختيار الأصوات اللي هتشارك في تجربة الأداء، وبيحاول ترودي إنه يهرب من تشات صاحبه عشان ما يعرفش ورايح فين، لحد ما بيوصل للمسرح اللي فيه تجربة الأداء وبيفضل متفرج من بعيد بدون ما حد يشوفه، وبتبقى التجارب سيئة جدا وكل الأصوات مش حلوة، لحد ما بتيجي جابرييلا للمسرح وبتاخد بالها من ترودي المستخبي بعيد، وبتقوله إن أكيد صحابه ووالده مش عارفين إنه جه المسرح عشان تجارب الأداء، وبيشوفوا قدامهم شارباي ورايان وهما بيغنوا سوا لأنهم الفريق الوحيد اللي قدم في تجربة الأداء كثنائي، وبيكون الأداء بتاعهم كويس جدا، وداربوس مبسوطة منهم، وبتنتهي تجربة الأداء، وبتفكر جابرييلا إنها تقدم في آخر لحظة في الأداء الثنائي هي وترودي، لكن داربوس بترفض إنهم يشاركوا لأنهم جم متأخرين ولازم يحترموا الوقت أكتر من كده، وبتسيبهم وبتمشي، وبتبقى كيلسي مؤلفة العرض والأغاني موجودة على المسرح، وبيقع الورق كله من إيدها فبيطلعوا يساعدوها، وبيقولوا لها إن أغانيها كويسة جدا، والمفروض ما تسمحش لشاربيه إنها تعملها بشكل مش كويس، وبيغنوا جزء من أغنية كيلسي، وبترجع لهم داربوس من تاني وبتقول لهم إن مسموح لهم تجربة أداء تانية بسبب إن صوتهم حلو ولازم يتمرنوا كويس، وبتتصدم شاربيه ما بتعرف ان في تجربه اداء تانية هتتعمل، وبتكون اسماء ترودي وجاب موجوده في ورقه تجربه الاداء المتعلقه في المدرسه، وكل فريق السله بيعرفوا ان ترودي مشارك في تجربه الغنى، وبتبقى كل المدرسه بص على جابرييلا اول ما بيشوفوها بسبب انها هتغني مع ترودي، وبسبب توترها بتكون هتتزحلق وبيقع منها اكل، وبيجي على شاربيه اللي بتشتكيها لداربوس انها قصده تعمل كده عشان ما تخليهاش يشارك في تجربه الاداء، واشتراك ترودي في التجربه هيبوظها وهيدمر اللي هم بي
بيبنوه دايما، وبيبقى كل همها هو انها تخرجهم من التجربه، وبيتخانق تشاد مع ترودي على اللي بيعمله لانه كده هيدمر فريقهم، وغاب عن اخر تدريب ليهم كمان ولازم يركز في البطوله اللي وراهم. وبتبقى جابرييلا قاعده مع صاحبتها وبتقول لها انها اعتذرت لشاربي على اللي عملته لانها مش عايزه تعمل مشاكل مع حد، فبتقول لها صاحبتها ان شاربي مش هتسامحها ابدا الا بعد ما تطلعها من تجربه الغنى، لانها هي اللي كانت بتكسبها دايما من ساعه ما دخلت المدرسه، والموضوع بالنسبه لها زي الحرب، وانها لو قدرت تشارك في الغناء الثنائي لوحدها كانت رفضت اخوها من الفريق عشان تاخد هي كل الاهتمام لنفسها، لانها شخصيه انانيه جدا ولازم تاخد بالها منها. وبعد ما بتخلص بتروح على الخزنه بتاعتها، وبتلاقي ان ترودي سايب لها ورقه وكاتب لها فيها انه مستنيها في مكانه السري وهو على سطح المدرسه، وبتروح له عشان تقابله، وبيقول لها ان ده مكانه السري اللي بيرتاح فيه ومحدش يعرفه غيره. فبتقول له واضح ان احبابه كتير وان اي حد بيتمنى يبقى صديقه، لكن صعب فكره ان والده يبقى مدرب كره السله لان ده مخلي كل الناس مستنيين افضل اداء منه دايما ومش مسموح له الغلط او الخساره حتى. وبيحكي لها ان الكل متوقع انه هيبقى افضل لاعب كره سله، لكنه كتير بيفكر هيحصل ايه لو ما بقاش عايز يلعب سله ويعيش حياته زي ما يحب ويكون شاب طبيعي. وبتقوله انها حست انها طبيعيه اما كانت بتغني معاه مع انها لسه متعرفه عليه. وبيبداوا هما الاثنين يتمرنوا على ادائهم سوا عشان يغنوا في التجربه الثانيه ليهم، لدرجه ان ترودي بينسى ان عنده تدريب مهم تبع فريقه وبيوصلها بعد ما بينتهي، وبيخلي والده انه يتدرب لوحده في قاعه السله عشان يعوض التدريب اللي فاته. وبتجيله جابرييلا اثناء تدريبه وبيفضل يهزر معاها لحد ما والده بيرجع من تاني وبيقول لها ان ترودي بيتدرب وما ينفعش يتم تشتيته بالشكل ده، وانها كانت السبب في عقاب ابنه اصلا بعد المدرسه. فبيحاول ترودي انه يدافع عنها، لكن والده بيقول انها لو كانت مجرد طالبه يبقى هو مش مجرد طالب لانه قائد الفريق، واللي بيعمله مش بيدمر الفريق كله انما بيدمر سمعه المدرسه كمان في لعب كره السله لانه لاعب مش مغني. فبيقول له انه ممكن يبقى الاثنين سوا، وبيسيب القاعه وبيمشي، وبيكون كل الفريق سمع اللي بيحصل. وبيروح تشاد ورا صاحبه عشان يعرف جابرييلا غيرت ايه في صاحبه عشان يشارك في الغنى، وان عمره ما فكر يغني قبل كده، وان مفيش مغني على مسرح مدرسه شهر عكس لاعب كره السله. وبيكون ترودي مصمم انه يستمر في موضوع الغنى، فبيلجا تشاد انه يتكلم مع تيلور صديقه جابرييلا وفريق العلوم بتاعها، وبيحطوا خطه سوا عشان ينقذوا ترودي وجاب من نفسهم زي ما بيقولوا، وبيبداوا تنفيذ الخطه بتاعتهم تاني يوم سوا. وبيكون فريق السله تاني يوم مستنيين ترودي عشان يتكلموا معاه في موضوع الغنى، وبيقولوا له ان مفيش ولا بطل كره سله كان بيغني قبل ماتش البطوله باسبوع، عشان كده كلهم اتشهروا وقدروا انهم يتعرفوا في كل مكان بسبب موهبتهم مش بسبب غناهم، وكان اهم حاجه ليهم هو التركيز في الماتش بتاعهم. وفي نفس الوقت بتكون تيلور وفريق العلوم موجودين مع جابرييلا، وبيكون قدامها جاز عشان يوروها حقيقه ترودي انه شخص اناني ومش مهتم باي حاجه غير فريقه، لان دي الطبيعه بتاعت اي حد في فريق كره السله. وبيوروها ترودي وهو بيتكلم عنها وعن تجربه الغناء كلها من خلال كاميرا بتصوره من غير ما ياخد باله، وصورته بتظهر قدامها على الجهاز انه بيقول ان الغنى ملوش اي لازمه عنده ومش مهتم بيه اصلا ولا بجابرييلا، لانه بيساند فريقه في كل الاحوال واكيد مش هيتشتت عشان بنت لسه متعرف عليها جديد، وان جابرييلا مش مهمه بالنسبه له وهينساها وهينسى تجربه الاداء نفسها عشان يفوز بالبطوله. وبتبقى متضايقه جدا من اللي سمعته، وبتلاقي ترودي جاي يتكلم معاها بخصوص تجربه الاداء، فمش بتديله فرصه يتكلم، وبتقول له انهم ما ينفعش يفضلوا خادعين نفسهم وكل واحد ليه فريق يهتم بيه اكتر من تجربه الاداء، وان هي مهتمه بالمسابقه العلميه بتاعتها وهو هيهتم بفريق السله بتاعه. وبعد اللي بيسمعه مش بيقدر انه يكمل تدريب مع الفرقه بتاعته ولا انه يتدرب في بيته، وبيشوف والده وهو مشتت ومتضايق، وحالته هو وجابرييلا بتسوء اكتر، وبيبقى باين عليهم في المدرسه انهم متضايقين ومش مركزين. وساعتها بيحس تشاد وتيلور بالذنب على اللي هم عملوه، وبيقرر تشاد والفريق انهم يروحوا لترودي وبيقولوا له الحقيقه انهم ما تصرفوش كفريق معاه وهم سبب ان جابرييلا مش عايزه تتكلم معاه، وبيحكوا له اللي حصل. وبيبقى في نفس الوقت تيلور وفريقها العلمي بيتكلموا مع جابرييلا وبيقولوا لها انهم السبب في اللي ترودي قاله، لانهم كانوا متاكدين ان تشاد هيقدر يستدرجه ويخليه يقول كلام يخليها تنسى تجارب الاداء وتنضم للمسابقه العلميه، وان الذنب ذنبهم هم. وفي نهايه اليوم بيروح ترودي عشان يقابل جابرييلا في بيتها، لكنها بتقول لوالدتها تبلغه انها مش فاضيه وبتذاكر وما ينفعش تقابله دلوقتي، وبيكون متاكد انها مش عايزه تقابله تحديدا، فبيكلمها في التليفون قبل ما يمشي من قدام بيتها، وبيشوفها وهي بتنور نور اوضتها، فبيقرر يطلع لها من البلكونه، وبيفضل يكلمها في التليفون وبيقول لها ان الكلام اللي قاله ده كان عشان يخلي اصحابه يبطلوا يضايقوه لانهم كانوا خايفين على ماتش البطوله وهو حب يطمنهم بس، وما كانش ناوي ينسحب من تجربه الاداء ولا حاجه. وبتلف جابرييلا بتلاقيه واقف وراها في بلكونه اوضتها عشان يتاسف لها. وبعد ما بيتصالحوا كل واحد فيهم بيكون قادر انه يعوض اللي فاتوا سوا من تدريبه او دراسه، وبعد ما بيخلصوا بيتقابلوا عشان يروحوا التدريب بتاع الغنى سوا، وبتسمعهم شاربي وهما بيغنوا، وبتتضايق ان بقى في منافس ليها، وبتفكر في طريقه عشان تتخلص منهم بيها، وبتقرر انها تقنع دربوس انها تغير ميعاد التجربه الثانيه من يوم الخميس ليوم الجمعه، نفس يوم ماتش كره السله والمسابقه العلميه، عشان جابرييلا وترودي ما يقدروش يجوا تجربه الاداء ويخسروا. وبتنجح في اقناع دربوس فعلا في تغيير الميعاد، وما بيعرف ترودي وجاب بيقرروا انهم لازم يتصرفوا، وبيجي يوم الماتش وتجربه الاداء والمسابقه العلميه، وبتقدر تيلور وهي في المسابقه انها تدخل على سيستم
من المدرسه وتبوظه عشان يضرب جهاز الانذار والنور يقطع في قاعه السله وبيوقفوا المباراه فورا. وساعتها بيجري ترودي على مكان تجربه الاداء. وفي المسابقه العلميه بتكون جابرييلا حاطه ماده على النار بمجرد ما تغلي بتضر اي حد بيشمها فبيتم اخلاء القاعه. وساعتها بتقدر جابرييلا هي كمان انها تروح لتجربه الاداء قبل ما شاربي وراين يخلصوا الغناء بتاعهم. وبيوصلوا على اخر لحظه لكن دربوس بتكون نادت على اسمهم مرتين وهم ما ردوش فبتقول لهم انهم ممنوعين من العرض. لكن بعد ما بتشوف ان كل المدرسه جايه عشان تشوف عرضهم بتوافق انهم يقدموا. وبتكون جابرييلا خايفه تغني لانها مش متعوده تغني قدام حد فبيقولها ترودي انها تغني زي ما غنت معاه اول مره. وبيبدا هو يغني عشان يشجعها وبيجي والد ترودي عشان يشوفه لاول مره وهو بيغني. وبتكون والده جابرييلا هي كمان موجوده وبيكون كل المسرح متفاعل معاهم. وبعد ما تجربه الاداء بتخلص بيرجع ترودي من تاني على ماتش البطوله وبيقدر يكون السبب في فوز مدرسته بالكاس. وبتفوز جابرييلا هي كمان بالمسابقه العلميه وبيكونوا حققوا لنفسهم فيه بعد ما بيفوزوا بتجربه الاداء كمان. وبتخلص اول سنه في المدرسه الثانوي وبيجي الصيف وبيكون ترودي هو واصحابه بيفكروا في طريقه يكسبوا بيها فلوس عشان يحوشوا فلوس للجامعه لان مصاريفها كتير. وبتكون شاربية عارفه ان جابرييلا في كل سنه بتتنقل لمدرسه مختلفه بسبب ظروف شغل والدتها فبتقول لها انها توحشها وبتودعها. لكن جابرييلا بتقول لها انها مستمره معاهم لحد سنه ثالثه لان والدتها وعدتها انها مش هتتنقل قريب. وده بيضايق شاربية جدا لانها بتكون نفسها تخلص من جابرييلا باي شكل. وبيجي تليفون لترودي وهو في بيته من واحد اسمه فولتون واللي شغال في منتجع صيفي وبيبلغوا انهم جابوا اسمه من برنامج الطلبه عشان لو عايز يشتغل عندهم في فتره الصيف ودي حاجه هو كان محتاجها جدا. وبيعرض على الراجل انه يجيب بنت كمان معاه تشتغل في نفس المكان لو امكن وكل اصحابه. وبيكون المنتجع الصيفي ملك والد شاربي اصلا وهي اللي طلبت من فولتون يتصل بترودي ويعرض عليه فرصه الشغل لانها عارفه انه بيدور على شغل وساعتها تتقرب منه علشان يبقى اشهر شاب في المدرسه مرتبط باشهر بنت في المدرسه. وبتروح شاربي على المنتجع وبتقابل فولتون عشان تتاكد انه عمل اللي طلبته منه. وبيكون قدامها اعلانات برنامج المواهب اللي بيتعمل وهي دايما اللي بتفوز بيه لانها بنت صاحب المنتجع. وبتروح تقعد على حمام السباحه فبتلاقي ان ترودي وكل اصحابه وجابرييلا كمان بقوا شغالين في المنتجع. وبتقوم من مكانها عشان تتخانق مع فولتون لانها قايله له يعين ترودي بس فبيشرح لها انها قالت له يعمل اي حاجه عشان يشغله فاضطر انه ياخد موافقه من المجلس عشان يشغلهم كلهم وبقى الموضوع رسمي وما ينفعش يتلغي. وبيبدا فولتون بتوزيع المهام على كل الطلبه الموجودين وبتبقى جابرييلا هي سباحه الانقاذ الخاصه بحمام السباحه وترودي شغال جرسون وحامل لمضارب الجولف وقت ما يحتاجوه ولو حصل منهم اي ثلاث مخالفات هيتم رفضهم فورا من المنتجع. وبمجرد ما بيجي لهم وقت استراحه بيخرج ترودي وجابرييلا عشان يقعدوا في ملعب الجولف ويفطروا سوا فبتبلغ عنهم شاربي وبتقول لفولتون انهم يشغلوا رشاشات ملعب الجولف حالا. وبيجي لهم بعدها فولتون عشان يقول لهم ان ده مش مسموح يكرروه تاني وبكده اخذوا اول مخالفه ودي بدايه مش كويسه ليهم معاه. وبيطلب منهم يرجعوا على شغلهم وبيسمعوا صوت كيلسي وهي بتعزف على البيانو اللي موجود في المنتجع فبيتشدوا لادائها وبتقول لهم انهم يقدروا يشاركوا في مسابقه المواهب اللي هتتعمل ومتاح الموظفين يشتركوا فيها كمان. وبتقدر جابرييلا انها تقنع ترودي بكتابه اسمائهم لكنه بيقول لكل اصحابه انه هيكتب اسمه لو كلهم شاركوا معاه فبيوافقوا. وبتعرف شاربيه بالاخبار عن طريق راين اخوها وبتقرر انها لازم تشارك في المسابقه ويكون ترودي معاها هي في فريقها. وبتأمر فولتون انه يجيب ترودي عشان يشيلها شنطه مضارب الجولف لما تلعب مع عيلتها وبتحاول انها تتقرب منه وبتخليه يجي يقعد معاهم على الغدا كمان. وبيكون والدها معجب بشخصيه ترودي ومن ضمن مجلس الاداره الخاصه بالجامعه اللي هو عايز يدخلها. وبتقول لهم شاربيه ان ترودي مواهبه كتير لانه بيعرف يلعب جولف وسله وكمان صوته حلو جدا وبتحاول تخليه يغني غصب عنه لكنه بيعتذر وبيكون قاعد غصب عنه معاهم لحد ما اخيرا بينتهي الغدا وبيقدر يقوم وبيجري على جابرييلا اللي كان المفروض يقابلها من ساعه ما عدت لولا ان الغدا هو اللي اخره وبيعتذر لها عن التاخير وبيقول لها انه هيغير هدومه وهيجي لها فورا. لكن فولتون بيبقى مستنيه وبيقوله يجي وراه حالا عشان عايزه ضروري في شغل وبيوديه على مكان فيه عرض لشاربي وبيبقى مجبر انه يتفرج عليه للاخر. وبتكون شاربي بتحاول تقنع ترودي انه يغني معاها في عرض المواهب ويسيب جابرييلا لكنه بيقول لها ان اي حاجه بتتم بينهم هتفشل لانهم عكس بعض وهي عايزه تتابع ليها مش اكتر. وبيسيبها وبيجري عشان يلحق يغير هدومه ويروح على حبيبته. وبينزلوا هما الاثنين حمام السباحه وبيكون ده مخالف للقوانين. وبيجي لهم فولتون وبيقول لهم ان اول مخالفه ليهم كانت في ارض الجولف والثانيه هي في حمام السباحه ولازم يخلوا بالهم كويس لان الثالثه هترفدهم من الشغل تماما. وبيحكي ترودي لوالده اللي حصل وانه كان شايف الموضوع غريب وهو قاعد بياكل واصحابه بيخدموا عليه فبيفهمه والده انه لازم يسعى لحلمه والمنح الجامعيه مش سهله وقليله جدا ولازم يتمسك باي امل فيها عشان يقدر يدخل جامعه كويسه. وتاني يوم ما بيرجع الشغل بيلاقي ان فولتون بيقول انه اترقى وما بقاش جرسون وبقى مساعد لمحترف الجولف وهيبقى المسؤول عن تدريب الاطفال للعب الجولف والمنتجع بيديله كل مزايا الاعضاء بشرط انه ما يشاركش المزايا مع زمايله وبينصحه انه من مصلحته يجاري اصحاب المنتجع باي شكل لان نفوذهم قويه وقادرين يساعدوه في اي حاجه بيتمناها وخصوصا منح الجامعات. وبيبقى باين جدا على شاربيه انها بتحاول تتقرب
بتقرب من ترودي وبتاخد تيلور بالها من اللي هي بتعمله، وبتبلغ جابرييلا انها تخلي بالها على ترودي لان محدش فاهم اللي بيحصل وليه شاربيه بتحاول تتقرب منه دلوقتي مع انه موجود قدامها في المدرسه من صغرهم. وبتبقى شاربيه راحت لحصص تعليم الجولف للاطفال عشان تخلي ترودي يعلمها بنفسه، وبتعرد عليه انها هتبقى حريصه ياخد المنحه الدراسيه بتاعته في الجامعه لو قبل انه يشاركها في المسابقه بتاعه المنتجع لان والدها نفوذه قويه ويقدر يساعده بكل سهوله. وبعد ما بيسيبها بتكون شاربيه قادره انها تلعب بكل احترافيه ومش محتاجه حد يعلمها. وبيبقى ترودي بدا انه يتاثر بكل المغريات الموجوده حواليه لدرجه انه بيعامل تشاد صديقه بطريقه وحشه وده بيضايقه جدا. وبتبقى شاربيه اتاكدت انها سيطرت على ترودي خلاص، فبتروح لكيلسي عشان تاخد منها الاغنيه اللي كانت هتغنيها جابرييلا لان هي اللي هتغنيها خلاص. وبتضايق كيلسي من كده لانها مش عايزه الاغنيه حد تاني يغنيها غير جابرييلا، لكن مش بيبقى قدامها حل تاني. وبيكون رايان موجود مع اخته وبيسال عن اللي هو هيعمله في المسابقه لان كده بقى من غير اغنيه وما ينفعش يشارك، فبتقوله انه مش مهم يشارك في المسابقه السنه دي والمهم ان هي تكسب مع ترودي ومش بتهتم بزعله. وبتروح جابرييلا لترودي عشان تقوله انه اتغير بسبب كل اللي بيحصل وما ينفعش يتغير على اصحابه لانهم فريق واحد، وبتفكره بماتش البيسبول اللي كان المفروض يلعبوا معاهم، فبيقول لها انه اكيد هيروح معاها بكره الماتش عشان يلعب معاهم. وبيسيبها وبيروح اصحابه الجدد اللي يلعب معاهم كره سله، وبينسى اصلا ان ماتش البيسبول هيبدا كمان دقايق وانه مش تاني يوم زي ما هو كان فاكر. وبيبقى شكله وحش قدام كل اصحابه وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح تيلور وجابرييلا على المباراه فبيلاقوا ان راين ماشي لوحده، وبيعرفوا منه ان مش وراه حاجه يعملها ومش هيشارك في الماتش لانه ما اتعزمش فيه. فبتقوله جابرييلا انه مش محتاج يتعزم عشان يجي لانه زميلهم وبتاخده معاها في عربيه الجولف. واول ما بيوصل كلهم بيعترضوا ان الجاسوس ده هيلعب معاهم وبيعترضوا انه يشاركهم اي حاجه لان بمجرد ما يعرف اي معلومه هيجري يبلغ اخته بيها حتى لو مش مهمه، وانهم كده كده مش هيشاركوا خلاص في المسابقه لان مغنيهم الاساسي واللي كان هيقول لهم طريقه الاداء انفصل عنهم وما بقوش عارفين هيعملوا ايه. فبتقول لهم ان ترودي مشي فعلا لكن راين موجود معاهم وممكن يساعدهم بصفته مخرج العرض وهو خبره في العروض لان بقاله سنين بيعملها واخته ودايما بيكسبوها. فبيقول تشاد انه رياضي وبيعرف يلعب بيسبول وسله انما مش بيعرف يعمل استعراض لانها حاجه بسيطه، فبيقرروا انهم يلعبوا في فريقين ضد بعض عشان يثبت لهم راين انه بيلعب لعب بيسبول كويس احسن منهم وكمان بيقدر يعمل استعراضات احسن منهم وان الحاجتين مش سهلين، وبيلعبوا كلهم سوا وبيفوز فريق تشاد. وساعتها بيفتكر راين انه خسر ومش هيبقى مسؤول عن الاستعراض اللي هيعملوه، لكن تشاد بيقول انه مشارك معاه ويستحسن يبقى اخراجه للعرض كويس. وبيقضي راين اليوم معاهم وبيكون مبسوط انه مش تابع بس لاخته وان ليه اصحاب قادر يضحك ويخرج معاهم، لحد ما بيجي ترودي من مباراه السله بتاعته وبيكون باين على جابرييلا انها متضايقه منه بسبب انه اتغير، وما بيشوفوا تشاد بيتخانق معاه لانه نسي الماتش ونسي انه قائد الفريق بتاعهم وانهم انتخبوا قائد عشان بيعرف يتعامل كويس في كل الظروف مش عشان مدى احترافيته في اللعب. وبعد ما بيخلص كلام بيلاقي شاربي بتدور عليه عشان يعملوا اول بروفا على العرض بتاعهم، وبيبقى العرض دوشه جدا ومش بيعرف يركز، وبتكون شاربي هي اللي واخده كل الاضواء ليها كالعاده، ده غير انها غيرت لحن الاغنيه الهادي للحن يليق عليها هي بس. وبعد ما بيخلص الاداء بيقولها انه محتاج يشم هوا شويه لوحده، وتاني يوم بيكون عمال يتمرن لوحده لانه بقى من غير اصحاب، وبيتمشى في المنتجع فبيشوف كل اصحابه وراين بيمرنهم على الاستعراض الجديد وبيكونوا كلهم مبسوطين باللي بيعملوه. وبعد ما بيخلصوا الاستعراض وبيمشوا بتروح شاربيه لاخوها وبتقوله انها اتفقت معاه يبوظ العرض بتاعهم عشان عرضهم هما اللي يكسب، فبيقول لها ان مبقاش في عرض ليهم والعرض بقى بتاعها هي او ترودي بس وانه ناوي يستمتع بالعرض مع اصحابه وزمايله. فبتروح على فولتن وبتقول ان عروض النجم المبهر ممكن تبوظ بسبب مشاركه العمال فيها ولازم يتصرف باي شكل، وبيقول لها ان اخوها مشارك معاهم في نفس العرض وما يقدرش يلغي ليهم، وكالعاده هي ما بتتاثرش بكلامه وبتقوله يتصرف حالا. فبينزل اوامر جديده ان كل العمال هيشتغلوا اجباري يوم العرض ومفيش اي عذر او استثناءات. وبتروح جابرييلا عشان تتخانق مع شاربي وبتقول لها ان مش مهم هم هيعملوا الاداء وعلى الاقل تهتم بالمجهود اللي اخوها عمله وانها جايه الصيف ده عشان تفرح وتستمتع مش تتخانق، وانها زهقت من اللي هي بتعمله وناويه تمشي من المنتجع كله. وهما بيسمعها ترودي انها ناويه تمشي بيحاول يتكلم معاها، فبتقوله ان الصيف مساره اتغير زي ما هو كمان شخصيته اتغيرت وانها مش محتاجه تفضل اكتر من كده في المنتجع ومفيش سبب هيخليها تبقى موجوده، وبتسيبه وتمشي. وبيروح يتكلم مع والده عن اللي بيحصل معاه وانه خسر حبيبته وفريقه كمان، فبيقول لوالده انه واثق انه هيتصرف بالطريقه الصح زي ما بيعمل كل مره. وما بيروح تاني يوم المنتجع بيشوف قدامه ورقه منع العمال من المشاركه، فبيروح على شاربيه وبيقول لها انه مش هيقدر يشارك معاه في العرض لانه ضمن العمال وهو كمان ممنوع من المشاركه، وانه طلب من فولتن الرجوع تاني للمطبخ مع اصحابه. وبتبقى كيلسي شايفه كل اللي بيحصل وبتحاول شاربيه انها تصلح اللي حصل باي شكل، فبتروح لاخوها عشان يجهز نفسه للعرض القديم بتاعهم، وبيقول لهم انه مش هيقدر يشارك معاها لانه باع زي العرض زي ما هي قالت له قبل كده وانها كان نفسها الاضواء تبقى مسلطه عليها هي بس ونالت امنيتها اخيرا خلاص. وبيرجع ترودي من تاني على المطبخ وبيلاقي تشاد واقف مستنيه وبيقول له ان كيلسي حكت لهم اللي حصل، وبيتاسف لهم ترودي على اللي عمله وانه كان غلطان في كل تصرفاته. وبيجي له راين وبيقول له انه مبسوط انه اتصرف صح ولو لسه قادر انه يساعد
اخته ويغني معاها يروح لها، لانها في النهايه اخته ومش هيحب يشوفها متدمره ووحيده. فبيروح لها ترودي وبيقول لها انه هيغني معاها بشرط ان كل اصحابه يعملوا العروض بتاعتهم عادي، وبتبقى مضطره انها توافق. وبيجي له راين من ورا اخته وبيقول له ان الاغنيه اتغيرت في اخر لحظه، وبيطلع ترودي عشان يغني الاغنيه الجديده، وبيلاقي ان اللي بتغني قدامه هي جابرييلا، وبيكون مبسوط جدا انها انضمت للعرض، والكل بيشارك معاهم حتى شاربي، وبيبقى العرض متقن جدا بسبب تعليمات راين. ولما فولتون بيطلع عشان يسلم الجائزه لشاربي، بتاخد منه الميكروفون وبتقول ان الفايز هو راين اخوها بسبب مجهوده على اخراج العرض ده، وبيقضوا كلهم الصيف زي ما بيتمنوا. وبينتهي الصيف وبتخلص سنه تانية، وبتبدا سنه ثالثه في المدرسه، واللي بعدها كل واحد فيهم هيروح على جامعه مختلفه، وبيبقى فريق ترودي عندهم ماتش مهم جدا وبيكونوا خسرانين فيه، لكن بسبب تحميس ترودي ووالده المدرب بيقدروا انهم يعوضوا وبيكسبوا كاس البطوله. وبيبقى حاضر الماتش واحد من جامعه مشهوره وبيعجب بلعب ترودي وتشاد، وبيقابلهم في الحفله اللي بتتعمل في نفس اليوم بالليل احتفالا بالبطوله، وبيقول لهم ان الجامعه هتقدر تديهم منحتين فيها بسبب احترافيتهم لعب كره السله، وهيكونوا سوا لانه حب لعب الفريق اللي شافوا منهم. وبتبقى الحفله كلها مبسوطه وبيستمتعوا بوقتهم. وبيطلع جابرييلا وترودي على بيت الشجره الموجود في بيت ترودي عشان تقول له ان الوقت بيجري بسرعه ومش عايزه تنفصل عنه بسبب المسافه اللي بين الجامعات، لانها احتمال تدخل جامعه مختلفه عن اللي هو هيدخلها، لان ده كان حلم حياتها من صغرها، وانها بتتمنى لو العمر يقف بيهم عشان تقدر تقضي وقت اطول معاه قبل ما يخلصوا الثانويه ويتنقلوا للحياه الجامعيه. وبيقولها ترودي ان ده مش وقت زعل وحزن، وانهم يستمتعوا بالوقت المتاح ليهم دلوقتي وهم مع بعض، لانهم ممكن ما يعرفوش يعوضوه من تاني بعد كده. وبيجي تاني يوم اول ايام العام الدراسي الثالث والاخير ليهم، وبيكون كل المدرسه بتحتفل بالكاس ما عدا شاربي، لانها مش مهتمه بالسله اصلا، وبتكون طالبه مساعده ليها تساعدها في الاهتمام بدروسها ومواعيدها والحفل الراقص وحفله التخرج، واهم حاجه مراجعه الموسيقى معاها الخاصه بحفل الربيع الموسيقي. فبتجي لها تيارا طالبه جديده في المدرسه وبتقول لها انها جاهزه للاهتمام بكل ده وانها تبقى مساعدتها طول العام الدراسي، وبتوافق عليها شاربي بسبب انها عارفه ازاي تهتم بشغلها وبتعينها. وبيحضروا اول حصه لدربوس، وبتقول لها ان حفل الربيع كمان هيتم الترتيب ليه وكل اللي عايز يشارك يكتب اسمه. وبتكون شاربي فاكره انها الوحيده اللي هتقدم مسرحيه وعرض فيه زي كل مره، لكن كيلسي بتكون كتبت كل اسماء الفصل عشان يشاركوا، وبتوافق دربوس على مشاركتهم. وبعد الحصه كلهم بيروحوا يتخانقوا مع كيلسي لانها كتبت اسمهم من غير ما تقول لهم، ومش كلهم هيقدروا يشاركوا لان كل واحد مشغول باللي وراه ومفيش وقت للتدريب على الحفله. فبتقول لهم انها افتكرت ان اخر سنه ليهم هيحبوا يشاركوا في عرض اخير وهم كلهم سوا زي ما حصل في المنتجع الصيفي، وبتقدر جابرييلا انها تقنعهم بالمشاركه على اساس انها اخر سنه ليهم. وبتقول لهم دربوس ان العرض هيبقى فكرته هو اخر ايام ليهم في المدرسه بتبقى عامله ازاي، واسم العرض هيبقى السنه الاخيره، ده غير ان اشهر جامعه للفنون المسرحيه بعتت منحه واحده لاربع مرشحين لدخولها، وهيبقى في لجنه جايه من الجامعه عشان تحدد الفايز بالمنحه، وبيكون ترودي من ضمن المرشحين. فبيبقى ترودي مستغرب انه ضمن المرشحين مع العلم انه ما قدمش فيها اصلا، فبتقوله دربوس انه مش لازم يقدم في الجامعه، انما الجامعه سمعت بيه وهو من المرشحين لدخولها. وبتفكر شيربي كالعاده انها لازم تاخد هي المنحه دي باي شكل، لانه حلمها انها تنضم للجامعه دي وهتعمل اي حاجه عشان تفوز. وبتكون متاكده ان ترودي هو كمان قدم على المنحه، لكنه بيمثل انه ما يعرفش حاجه عنها قدامهم بس، فبيقول لها اخوها ازاي هيساعدها في الفوز بالمنحه وفي فرصه واحده بس لحد فيهم، فبتقول انهم لازم ياخدوها وهتتصرف ويدخلوا هما الاثنين لو فازوا بيها، وان كيلسي هي اللي بتكتب الاغاني وهيتصرفوا وياخدوا افضل اغانيها منها عشان يغنوها هما. وبيطلع ترودي على سطح المدرسه وبيتصل بحبيبته عشان تجيله، وبيعرض عليها انها تبقى الثنائي بتاعه في حفل التخرج الراقص بتاع المدرسه، وبتوافق جابرييلا فورا اول ما بيقول لها، وبتكون مبسوطه لانه اول مره تحضر حفل راقص في حياتها. وبيكون الدور على تشاد انه يعزم حبيبته تيلور على الحفل الراقص، لكنه بيتقدم لها بطريقه بسيطه مش بتعجبها، فبتقوله ان لو دي كانت طريقه تقديمه ليها فهو هيحضر الحفله لوحده، وبيكون عايز عرض جميل قدام المدرسه كلها. فبيساعد ترودي وبينادي على كل الطلب عشان تشاد يتقدم لتيلور ويعزمها على الحفله. وبعدها كلهم بيعملوا تجربه اداء للحفل بتاعهم، وبتكون دربوس مبسوطه جدا منهم. وبيجي جواب لجابرييلا من الجامعه اللي ناويه تدخلها، وبيكون دعوه ليها عشان تتفرج على الجامعه وضمن جوله مبكره، والجوله مدتها 3 اسابيع، وبيبقى مفيش حد عارف الخبر ده غير جابرييلا وتيلور صاحبتها بس. لكن تيارا بتسمع الخبر وبتنقله فورا لشيربي، وبتفكر شيربي ازاي تتخلص من جابرييلا قبل الحفله عشان تبقى هي المغنيه الرئيسيه، لان مده الجوله في نفس الوقت بتاع الحفله. وبتروح لاخوها عشان تقول له انه لازم يجيب الاغنيه اللي هتغنيها جابرييلا مع ترودي عشان هي اللي تتدرب عليها. وبعد ما المدرسه بتخلص بتروح تيلور مع جابرييلا على بيتها، وبيفضلوا يتكلموا عن الجامعه بتاعت جابرييلا اللي هتدخلها، وانها لازم تفوت الحفله لانها مش مهمه مقابل جوله الجامعه لانها هي المستقبل. لكن جابرييلا بتكون متردده جدا ومشتته ومش عارفه تفكر صح، لانها مش عايزه تتنقل تاني ولا تبعد عن ترودي حبيبها، وعايز تخلي بالها على مستقبلها وتروح الجامعه اللي كانت دايما بتتمناها. فبتحاول صاحبتها انها تهون عليها، وبعد ما بتمشي بتطلع لها والدتها وبتقول لها ان الثانويه مش
اخر رحله ليها وهتعدي على مراحل كتير في حياتها زي ترودي كده، وبتفضل تفكر في اللي هتعمله. وبيجي تاني يوم وبتروح شاربيل لترودي وبتقوله انها عرفت ان جابرييلا مش هتشارك في الحفله بسبب جوله جامعتها، واتضايقت جدا بسبب انها سمعت الخبر ده، وانها بتفكر ما تروحش فعلا عشان تفضل معاه هو، وانه هيبقى السبب في تفويت فرصه العمر عليها. وبيبقى مصلحه شاربيل جابرييلا تروح الجامعه، وبتخلي ترودي يروح لبيت جابرييلا وبيقول لها انه عرف موضوع جامعتها وانها لازم تروح، وما ينفعش هو يوقفها عن تحقيق حلمها اللي كانت بتتمناه دايما، وبيقدر انه يقنعها تروح للجامعه عشان مستقبلها. وبتتنقل جابرييلا من بيتها لمده 3 اسابيع، وبتقول داربوس ان جابرييلا مشيت مؤقتا من المدرسه وشاربي هي اللي هتاخد دورها، وده اللي كانت بترتب له من الاول. وبيطلعوا كلهم على المسرح عشان يكملوا تدريب مع المغنيه الرئيسيه الجديده. واول ما بيرجع ترودي البيت بيلاقي ان والده عرف موضوع المنحه اللي جايه له هو وثلاثه اصحابه من جامعه المسرح، وانه بيسعى لها، وده عكس اتفاقهم سوا قبل كده، لانه بيسعى عشان يدخل نفس الجامعه اللي حلم بيها طول حياته مع تشات صاحبه. فبيقول له ترودي ان ممكن يكون حلم مختلف، لكن ما قالوش عليه لانه مربيه على اتخاذ كل القرارات بنفسه وبيعتمد على نفسه. لكن والده بيبقى مش متفاهم موقف ابنه، وبيمشي ترودي من قدامه وبيروح على مدرسته عشان يفكر لوحده في اللي ناوي يعمله، لكنه بيقابل داربوس هناك وبتقول له انها موجوده في وقت متاخر بسبب تخطيطها للعرض النهائي، وبتساله عن سبب وجوده هو في وقت متاخر كده. فبيقول انه محتاج مكان للتفكير والتخطيط لمستقبله، وبتقول له داربوس انها شافت فيه انه بيعمل اللي بيحبه هو على المسرح وبيغني، عشان كده قدمت باسمه في كليه المسرح، وانه لازم يثق في نفسه وفي قراراته لانها هترسم مستقبل، وبتسيبه عشان يقرر الانسب ليه ايه. وتاني يوم بيكون مستني جابرييلا تكلمه في التليفون، وبتبقى جاهزه الكلام اللي هتقوله، وبتفهمه انها مش بتحب الوداع ومش هتقدر ترجع له تاني عشان الحفل الراقص والتخرج وبعدها ترجع لجامعتها تاني، وكفايه انها فوتت حفل الربيع الموسيقي ومش هتقدر ترجع له تاني وترجع لاصحابها وبعدها تودعهم تاني عشان ترجع لجامعتها، وبتتاسف له على تصرفها وبتنفصل عنه، لكنه بيقرر ما ينفصلش عنها، وبيروح لها مكان الجامعه بتاعتها وبيقول لها ان حفل الراقص موجود في المكان اللي هي فيه، وانه مش مهتم بالحفله على قد ما هو مهتم انه يقضي وقته معاها، وانه بيتمنى الرقصه الاخيره تكون معاها هي، وبيحاولوا انهم يلحقوا اي حاجه في الحفله قبل ما تخلص. وبسبب ان ترودي فضل مع جابرييلا بيفوت عليه حفل الربيع الموسيقي وبينزل بداله بديله، ومحدش بيبلغ شاربي ان المغني اتبدل بواحد تاني، وبتبقى فاكره انها هتغني مع ترودي، وبتتصدم لما بتلاقي واحد تاني وبيكون ادائها مش حلو بسبب صدمتها. وبتبقى الفقره اللي بعدها لجابرييلا وترودي وبينجحوا في الوصول على ميعاد الفقره بالظبط، وبيدخلوا سوا على المسرح، وبيكون ادائهم اقوى اداء ليهم لدرجه ان المسرح كله بيقف يغني ويرقص معاهم. وبيبقى في فقره تانيه لشاربي، لكن بتلاقي ان تيارا هي اللي هتطلع بدلها بالعافيه، وبتكتشف ان تيارا كل ده كانت بتمثل عليها انها طيبه عشان تفهم المدرسه بتمشي ازاي، وعند الفرصه المناسبه ليها خدت فقرتها عشان تاديها هي. لكن شاربي بتقرر عدم الاستسلام وبتلبس نفس فستان تيارا وبتطلع معاها على نفس المسرح، وبيكونوا اتنين بيادوا فقره واحده وبتعدي الفقره بالعافيه. وبعد ما بتنتهي بتعلن داربوس الفائز بمنحه كليه المسرح، واللي هي كيلسي المسؤوله عن كل الحفل واغانيه والحانه، وبيعملوا استثناء بسبب روعه الاستعراضات اللي شافوها، وبيوافقوا انهم يدوا منحه زياده لراين مصمم الرقصات كلها. ده غير ان شاربي اختارت انها تدخل جامعه قريبه من المدرسه عشان تفضل مشاركه في اداء المسرح دايما، وبتطلب داربوس من ترود انه يطلع ويقول هو قرر انهي جامعه يروحها، وبيقول لهم انه اختار جامعه مختلفه خالص قدرت انها تقدم له لعب كره السله والمسرح في نفس الوقت، وقريبه من جامعه حبيبته جابرييلا عشان يقدر يشوفها في اي وقت وعايزه لانها ملهمته الوحيده. وبيكونوا كلهم مبسوطين، وما بيتنادى اسم تشات في الحفله بيكون مش موجود، فبيروح لترودي على ملعب السله عشان يقول له انهم هيفضلوا دايما صحاب وهيلعبوا سوا لان الفريق ما يكملش من غيره، وبياخده عشان يكملوا حفله التخرج بتاعتهم، وبيطلع ترودي عشان الخطبه بتاعته في حفله التخرج تاني يوم، وبيقول ان المدرسه غيرت فيهم حاجات كتير وخلتهم يكتشفوا حاجات اكتر فيهم بيستمتعوا هم بيعملوها، وان كل اصدقائه فيها وهيفضلوا معاه مهما حصل لان فريقهم الخاص اللي ما بيقدرش يكمل رحلتهم من غيره، ولو الجامعات هتبعدهم فهم قادرين يفضلوا على تواصل ببعض مهما حصل. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتج يوسف حامد. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.